الحكاية اللي جاية يوم الاثنين اللي فات كنا بنتكلم على الطفل الموهوب علميا، وكان معانا الدكتور هاني الحسيني بيتحدث عن انه الطفل ده اللي هو جرى تسميته اعلاميا بعد كده الطفل المعجزة، انه بيحضر في كلية علوم، بيحضر في قسم الرياضيات، وكان الدكتور هاني بيشتكي انه الطفل ده تم منعه على ابواب الجامعة من الدخول. وقتها ارسلنا استغاثة للدكتور محمد عثمان خشت رئيس جامعة القاهرة انه نشوف الطفل ده حكايته ايه، بما انه طفل متفوق وبيحضر وبيقدر يستوعب الدروس اللي هي اكبر من سنه، فمصر تستفيد بيه بدل ما يتم منعه من دخول الجامعة. وبالفعل الدكتور محمد عثمان تاني يوم استطاع ان هو يتصرف ويتحرك. معانا الدكتور محمد عثمان، اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذ عمرو، اهلا بالساده المشاهدين. انا بشكر حضرتك على سرعه التلبيه طبعا، يعني انا يسعدني جدا جدا طبعا، وكانت الاستجابه السريعه بعد عودتي من خارج مصر، وبعد ما كلمتني في اقل من 10 ساعات، لان انت كلمتني في 12 تقريبا الصبح الساعة 10 كان عندي. أنا فوجئت الصبح الولد عندك. على طول. احنا شغالين بإيقاع كبير جدا في الجامعة، لأن الجامعة دلوقتي أنا عايز أطمنك بتشهد مرحلة على المستوى الدولي كبيرة جدا. احنا الحمد لله تقدمنا في تصنيف شنغهاي 100 مركز مرة واحدة لأول مرة في تاريخ الجامعة. عايز أفرحك كمان يا أستاذ عمرو، أقول لك إن سمعتنا الدولية دلوقتي بقت 100% في تصنيف كيو إس البريطاني. عايز افرحك كمان والساده المشاهدين ان في التصنيف البريطاني التايمز احنا تقدمنا 7 أضعاف السنه دي، متخيل؟ طبعا الكلام ده مش ادعاءات، اي حد يقدر يخش على المواقع الدوليه. طب لقيت الطفل وضعه ايه؟ حكايته ايه؟ عملت له ايه؟ نشرح للناس. هو شرفني والدته وانا قعدت معاه في الاول، وطبعا الطفل بيبقى عنده نوع من الهيبه من المكان، فانا اتعاملت طبعا معاه كابني زي ما حضرتك شايف. وتفضل السيد عميد كلية العلوم والسيد رئيس قسم الرياضيات في كلية العلوم، وأنا كمان استدعيت دكتورة سلوى وكيلة كلية الهندسة، لأن هي أستاذ رياضيات وكانت رئيس قسم الرياضيات، وطلبت منهم إن هم يعملوا قياس قدرات للطفل، وفعلا وجدوه متميز يا أستاذ عمرو. عملتوا قياس قدرات للطفل ولقيتوه متميز جدا، ولقيناه يعني يدخل المستوى الثالث على طول في الرياضيات. فانا طلبت من ده ايه المستوى الثالث ده يا فندم؟ معلش انا يعني انا كنت ادبي، قول لي ايه المستوى الثالث ده؟ حاجه كبيره يعني. طبعا سنه ثالثه في الرياضيات في كليه العلوم والهندسه، لان في قسم رياضيات في كليه الهندسه كمان. فالطفل في الحقيقه متميز جدا، وقدر يحل يعني هو خد 7 مسائل حل منهم 5. ده هايل. فالطفل فعلا متميز، وعلى طول اللجنه، هو اللي معاه دلوقتي رئيس قسم الرياضيات هو المتولي هذا الامر. اللجنه على طول انا طلبت منهم يعملوا برنامج يتلائم مع قدرات الطالب، فهم بيجهزوا البرنامج. فخلاص الولد ما عندوش مشكله، بيحضر في كليه الهندسه او في كليه العلوم كل يوم ويشتغل ويتطور، ويبقى عندنا عالم رياضيات في وقت قصير. طبعا مصر دلوقتي تتغير، ولازم تحتضن ابنائها، ولازم تراعي الموهوبين واللي عندهم نبوغ. وعلى فكره ده متسق مع موقف الجامعه، جامعه القاهره احنا لسه عاملين مشروع جامعه الطفل، بنحتضن فيه 400 طفل من المدارس بالتنسيق مع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. يعني احنا شغالين على ملف الاطفال دوت.